في عصر تكنولوجيا السوشيال ميديا وعالم الديجيتال ينجح البعض ويفشل آخرون، منهم من يلمع نجمه. مراد وديعة شاب من الجزائر عمره 23 عام، هو يفرض نفسه وبقوة كأحد أبرز اليوتيوبرز والمؤثرين بمحتوى ساخر كوميدي خفيف الظل. لا يمكنك أن تشاهد راي فيرسز رياليتي من دون أن تضحك على نهفاته ونكاته وطريقته التي أعجبت بالفعل الملايين. تابعوا معنا. السلام عليكم تاع البركه اللي كاب جيت بركوركم بيان جيت بركور امور راهي ماشيه بيان كلكم دايرين مع رمضان صحه يعني كيفاش راكم تصوموا احكوا لي بلات لا وانت نول تا يا دره لا لا هادو ماهمش باغيين يسرحونا لا هادو ماهمش باغيين يسرحونا باغيين نتبريماو في الجامعه لا باينه باغيين نتبريماو في الجامعه قسما بالله العلي العظيم والله لا عقبت على كريس جيب مفتاح عقبت على كريس صاي صاي تكون بلعوا ان شاء الله صاي 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 تكون بلعوا ان شاء الله صاي ريماركيت مالغري نقص الانسان لا بوليسيون ما نقصتش باسكو البلاستيك يقعد عطونا باش على كاني دخل مولي بيني عباليش صاديبون شحال من سنين هو كان يبيع في النهار. معنا الان من مدينه وهران الجزائريه صانع المحتوى مراد وديعة. اهلا وسهلا بك مراد الى برنامج مؤثرون. كيف حالك ان شاء الله اليوم تكون بخير؟ السلام عليكم صباح الخير عليكم جزاك الله خير بيان شكرا بزاف على الاستضافه هذه هذا شرف لي هذا كمان يسعدنا دائما. يعني في نقطة مهمة، كيف وصلت إلى هذا المستوى من الإتقان ومن هذه الشهرة؟ كم سنة من العمل من الجهد من التدريب حتى التطور ركمت؟ شوف هي البداية تاعي كنت في الثانوية كنت ندير لي فيديو ما كانش على بالي بلي انه يعني ما كانش في راسي بلان يعني جست اي واز ميكين فيديوز باسكو ات واز فان هذا ما كان هذا هو البي تاعي ابري مع الوقت كيف نفهمك اي فون ان لوف وذ ذا بروسيس اوف ميكين فيديو يعني هذا العمل وهذا الشغل نعم يسمى عشقتها عشقت اليوتيوب وعشقت الفيديوز وكاع إيه الحمد لله دوقا دوقا كما احنا نقولوا في الجزائريه دوقا دوقا يعني درجه ويعني تطورنا في يعني في الكواليتي في يعني في المستوى في الجوكس الحمد لله يعني الحمد لله اليوم انا بيان وصلنا في واحد طيب. واحد المرحله وانا انا فيير بعد بروح. طيب مراد انت يعني بتلقب نفسك بالانترنت كيت وتقول دائما ميرسي انترنت، ما سبب هذا اللقب والحديث دائما ميرسي انترنت؟ ها انترنت كيد واش معناتها؟ انه يعني المرحله اللي وصلتها اليوم يعني انترنت حققت لي حلمي انترنت حققت لي حلمي يعني انترنت هي يعني ماشي برك مواقع التواصل الاجتماعي كيما هكا انترنت هي منصه باش تبين المواهب تاعك يعني ماشي انا نشوف فيها انه هي كل شخص ولا شاب عنده حلم ولا طموح يقد يتوجه الانترنت ويبين الموهبه تاعه ويوصل الاحلام تاعه سي بوسا نقول انترنت كيد يعني طفل الانترنت يعني بسبب الانترنت اللي وصلت الاحلام تاعي والاهداف تاعي ولذلك انت تشكر الانترنت تقول ميرسي انترنت لانه تعتبر انه هي اهداف. طب انا خليني اسالك سؤال مباشر هنا، هل تعتبر اليوتيوبرز العمل الذي تقوم به هو هوايه ام احتراف؟ يعني هل انت لك في المستقبل خطط انك تدور على شغل وتنزل تسوي شغل ام انه اليوتيوبرز هو عملك الاحترافي الذي ستكسب منه المال؟ في الوقت الحين يعني كما نقولوا هو بالنسبه لي احتراف يعني انا كملت الدراسه تاعي او اخذت الدبلوم تاعي مي يعني هاد السنين سوف اقوم باليوتيوب برك يعني هذا هو واش حندير برك يعني اليوتيوب ام غانا جست ميك يوتيوب فيديوز اند تراي تو ليف بها هذه هي. طب هذا نعتبرها احتراف وهذا يعني ممكن ان يساعدك، هل هذا يكفيك يعني ولا هل لانه مثلا كثير من الناس الذين يتابعون لا يعرفون مثلا انه هل اليوتيوبرز والمشاهده تؤمن دخل الحياه مثلها مثل اي وظيفه اخرى؟ المشاهدات يعني خصيصا في الجزائر يعني صعبه كثير صعبه باش انه يعني تعيش بها يعني المشاهدات بصح يعني اشهارات في انستغرام وكاع تقد تعيش بها يعني هذه هي هذا هو البوان تاعي انه
اليوم تقدر تعيش كانفلونسر كيوتيوبر ككونتنت كريتر، يعني تقدر تعيش بها. طيب هل لديك فريق؟ كيف يعني تطور الافكار؟ كيف تكتب؟ كيف تصور؟ هل يعني اكيد عندما بدات في الثانويه كما ذكرت لي يمكن كنت لوحدك، الان مين يكتب معك؟ كيف تطور هذه الافكار وتفكر فيها؟ شو هي كتابه الافكار؟ يعني الفيديوهات يعني البسيطه نكتبها وحدي، مي كي يكون كاين مشروع فيلم قصير عندي اصدقاء اللي نكتب معهم، يعني أرقام عندي صديق أرقام سلامة اللي نكتب معه، وفريق تصوير يعني ضروري أنه يكون كاين فريق تصوير بروفيشنال، يعني باش الكواليتي تكون جيدة للمشاهد، تكون في مستوى المشاهد. طيب هنا في الجزائر اليوم دور الانفلونسرز اليوتيوبرز دور مهم، شاهدنا أنكم أنتم لعبتوا دور مهم في التصدي لموضوع حرائق الغابات، في زيادة وعي الناس. ماذا شعرت؟ شو كان دورك أنت كإنفلونسر في مواجهة هذه الأزمة؟ في هذه الأزمة اللي فاتت عليها الجزائر الشعب كامل كان بغي يعاون، الشعب بصفة عامة يعني بدون استثناء الشعب كان حاب يعاون. وش داروا لي إنفلونسر في الجزائر؟ يعني عطاو الفرصه للشعب. شي الفرصه عطى لي وجهوا الشعب كيفاش يعاون، يعني قالوا لهم يعني هنا زعما كل انفلونسر واش دارت تبارك الله عليهم، كل واحد واش ساهم في هذه المحنه اللي الجزائر راهي تفوت عليها، يعني وجهوا الناس كيفاش يتبرعوا، وجهوا الناس كيفاش يمدوا الامورات، وجهوا الناس كيفاش يوصلوا التبرعات تاعهم المناطق المحروقه، وجهوا المحروقه وجهوا بزاف ناس. دونك قاموا بدور مهم بزاف في هذه المرحله الصعبه اللي راهي تفوت فيها الجزائر. طيب مراد اسالك سؤال اخير هنا، هل تنوي الاستمرار في اطار الكوميديا ام ربما تستفيد من هذه الازمه بحيث انك تعمل مقاطع وحلقات غير كوميدية، يمكن تكون المساعدات الاجتماعية أو شيء جدي؟ كوميديا. الهدف تاعي هو أنه أكون من أحسن الكوميديين في الجزائر، وإن شاء الله سوف أستمر في الكوميديا. ويعني ستطور في مشروع جديد لتطوير هذا اللقطات والبرنامج، ولا ستبقى على مثل ما أنت؟ ان شاء الله I'm gonna always do my YouTube videos، لكن كاين مشاريع يعني اكبر ان شاء الله، يعني فيلم قصير اخر، يعني مشاريع اخرى يعني اللي تاخذ بزاف وقت في الانتاج تاعها. رانا في مرحله الكتابه، في مرحله وسط الكتابه وان شاء الله. طيب مثل ما تقول دائما للانترنت ميرسي انترنت، نقول لك ايضا ميرسي مراد وديعه. شكرا جزيلا لك على مشاركتنا في البرنامج.